السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ كي داير مع الصحة؟ كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، بركة واشيتكم. واليوم جاتكم واحد الشوربة جديدة وفيديو جديد. هادشي بغيت نقول لكم خوتي وخواتاتي، اليوم غادي نحضر لكم واحد الشوربة ديال السمك بواحد الطريقة جديدة. هادشي بغيت نقول لكم خوتي وخواتاتي. خوتي وخواتاتي، هنا عندنا ثلاث أنواع ديال السمك. كما كتشوفوا عندنا السمك الأبيض، وعندنا الكروفيت، كما كتشوفوا عندنا هنايا خوتي وخواتاتي القمرون كما كتشوفوا هو الكروفيت، وعندنا هنا السلمون، السمك السلمون هو هذا كما كتشوفوا هو الصومو. وانتم اي صومو اي حوت عندكم بغيتوا تحضروه حضروه. هادشي بغيت نقول لكم خوتي وخواتاتي. خوتي وخواتاتي كما كتشوفوا عندنا هنا البواغو اللي هو البورو كما كتشوفوا خوتي وخواتاتي. هنا عندنا الثومه، عندنا البصله كما كتشوفوا خوتي وخواتاتي، وهنا عندنا البهارات خوتي وخواتاتي كما كتشوفوا عندنا على الخليط ديال البهارات ديال طليان، ورقة سيدنا موسى، عندنا معلقة كبيرة ديال سكنجبير، عندنا الحرقوم، وعندنا أزير، وعندنا دمات البنة. خوتي وخواتاتي كما كتشوفوا هنا عندنا بطاطا. خوتي وخواتاتي كما كتشوفوا هنا عندنا القشور ديال الكروفيت، ومباشرة غندير نحضر به لاصوص ديال اليوم. خوتي وخواتاتي كما كتشوفوا هنا عندي هاد لي بات صغيورين كما كتشوفوا، انا طيبتهم نص طيبه لان مازال غيطيبوا. هادشي بغيت نقول لكم خوتي وخواتاتي. وهنا كما كتشوفوا عندنا هنا بوزروك، هاد البوزروك غنطيبوه هنا، ولكن انا محتاج لاصوص ديالو، محتاج لاصوص ديالو هو باش غنطيب هذا السمك. وراه غادي تشوفوا معايا الطريقه باش غادي نحضرو خوتي وخواتاتي. كما كتشوفوا عندنا زيت الزيتون، وهنا عندنا الابزار، الملحه، الصوجه، كاس ديال الحليب، وعندنا التزيين القزبور كما كتشوفوا خوتي وخواتاتي. فرجة ممتعة، نتلاقاو من بعد ان شاء الله باش نحضر لكم هذه الشوربة ديال السمك. خوتي وخواتاتي كما كتشوفوا اول حاجة باش غنبدا غادي نطيب هادو باش نديرو لاصوص ديالنا. بسم الله، غادي نخلو عليه ماء. وغادي نديه فوق النار. خوتي وخواتاتي كما كتشوفوا دابا غنشد البصله، غندير بها عصير باش نطيبو مع بوزروك. خوتي وخواتاتي كما كتشوفوا دابا غادي ندوزو كنحط له الزيت كنكبو. خوتي وخواتاتي كما كتشوفو دابا كنشدو بوزرو كنخويو. دابا غادي ناخدو العصير ديالنا. شوي المليحة على حسب الذوق. خوتي وخواتاتي كما كتشوفوا كل شاشات دخلوا كما كتشوفوا هما هادو خلوهم صايبين. خوتي وخواتاتي كما كتشوفوا دابا غنمشيو للنار نديرو البوسترو ديالنا. خوتي وخواتاتي كما كتشوفوا حنا شعلنا على بوزرو طيبو. هو البويو وجد دابا غنصفو. كما كتشوفوا خوتي وخواتاتي ودرت الدمات البنة لتحت نصفو. دابا غادي نسقيه بهاد البويو خوتي وخواتاتي ونطويو.
كما كتشوفوا اخوتي هاد الكاب والزرق بدا كيتحل، دابا غادي نسدو عليه ونخليو يطيب واحد شويه ونطلقوه من الماء ان شاء الله. دابا غادي ندوز باش نطيبوا السمك. خوتي خوتي كما كتشوفوا غادي ندوزو بورو، بسم الله. شويه ديال الملح، هي دابا غادي ندير الثومه، كما كتشوفوا خوتي خوتي تيحتينا الثومه دابا البوزو، دابا كنقلو فيهم وشويه ديال الملحه، كما كتشوفوا خوتي خوتي تنحط البطاطا طيب مع البوزو، كما كتشوفوا كنحط الحوت ديالنا الابيض. دابا كنحطو شويه الصلصه، كنت غادي كيما كتشوفو دابا غادي نحط الحليب. كنحركو غادي نسدو عليه ونطلقو من الماء ان شاء الله باش نديرو لاصوص ديال بوزروك في السمك ديالنا. كما كتشوفو خوتي خواتاتي انا كنحيد شويه ديال بوزروك باش ناخد الماء نديرو في السمك الشوربه. كما كتشوفو خوتي خواتاتي هذه هي الطريقه ما شاء الله. نتلقاو في الشكل النهائي ان شاء الله ديال الصوبه ديال السمك. خوتي خواتاتي كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال الشوربه ديالي هما اللي حاطت معكم بالسمك وبوزروك كما كتشوفوا خوتي خواتاتي. نتمناها تعجبكم هاد الشوربه ديال اليوم. هادشي بغيت نقول لكم الى الفيديو المقبل ان شاء الله. مع السلامه، الى اللقاء، بالصحه فطوركم خوتي خواتاتي ومباركه واشيركم كنموت عليكم.